القدم وفي مباراة الكلاسيكو المتقدمة يعني الجولة الخامسة للرابطة المحترفة الأولى التي جرت بين شباب لوزداد وشبيبة القبائل، لقاء عرف في بدايته لفتة طيبة للجنة أنصار شباب لوزداد التي كرمت عميدة رؤساء الأندية الجزائرية محمد شريف حناشي. المواجهة وفت بكل وعودها وانتهت لصالح شباب الوزداد بهدف لصفر، هدف والمباراة أمضاه حنيفي في منتصف الشوط الأول من المباراة. شوط ثاني عرف إهدارا كثيرا لشبيبة للفرص، وغدا أيضا تستكمل مباريات هذه الجولة.